طيب خلينا نبدأ في الجزء الثاني. الجزء الثاني بيحكي على ماشين ليرنينج ابلكيشن، تمام؟ يعني بدك تعمل ماشين ليرنينج بروجكت. اهم شغلة انت عندك انه انت تقسم البيانات انت عندك لاجزاء، كل جزء انت بتستخدمه في له وظيفة معينة. طبعا للتذكير احنا حكينا انه الماشين ليرنينج هي عبارة عن iterative process، انه هي كبروسيس، مش انا بحكيش على الجوريثم، انا بحكي على ماشين ليرنينج، ابلايد ماشين ليرنينج الابلكيشن نفسه، انه انت بتجرب على سبيل المثال مع شبكة فيها عدد معين من اللايرز، بتشوف النتيجة وبعدين بتعيد هذا الكلام مع عدد مختلف. مرة بتجرب مثلا مع 7 طبقات، مرة مع 8، مرة مع 9، وهكذا. وبترسم، انت بتقول لما كان عندي 7 طبقات هيك كان الأداء، لما كان 9 طبقات كان الأداء زي هيك مثلا. بتحدد ايش هو انت عندك عدد الطبقات الأفضل. فبالتالي عشان هيك انه هو هذه عبارة عن iterative process. فللتذكير انت عندك عدد اللايرز، عدد الهيدن يونتس، الليرنينج ريت، الاكتيفيشن فانكشن، وفي غيرهم كتير باراميترز. فجيت الداتا سيت عشان انت تحدد الباراميترز هذه، وزي ما حكينا برجع باكد مره ثانيه، الباراميترز هذه البيست باراميترز بتكون على حسب الابلكيشن. يعني في الناتشورال لانجويج بروسيسنج ممكن يكون في عندك بيست باراميتر مش ابليكابل مع ابلكيشن ثاني، تمام؟ طيب حكيت انت عشان تعمل ماشين ليرنينج بروجكت لازم انه انت تقسم البيانات لثلاث اقسام، تريننج وديف وتيست، تمام؟ تريننج انت تعمل ترين فيه للموديل، تمام؟ الديف سيت هي عبارة عن كلها هذه مسميات لشغلة واحدة، ممكن تسمى هولد اوت سيت او كروس فاليديشن سيت او ديفلوبمنت سيت، او اختصارا خلاص احنا بدنا نتفق من الان فصاعدا بدنا نسميها ديف سيت، تمام؟ وفي عندك التست سيت، تمام؟ طبعا هذه انا بستخدمها عشان اعمل تيونينج للهايبر باراميترز، تمام؟ وهذه بعد ما اصل لافضل موديل بروح بطبق هذا الكلام على التست سيت عشان انه انا نختبر اداء الموديل. ليش ما انا اطبق على التست مباشره؟ لانه استخدام التست في تحديد الهايبر باراميترز هو عباره عن نوع من الغش ان صح التعبير، تمام؟ لانه انت وكانه انت بتحدد انت عندك ايش هي الباراميتر اللي بتكون مناسبه لهذه التست سيت، بينما انت لما تستخدم جزء منفصل لتحديد هذه الهايبر باراميترز وبعدين بعد ما تختار افضل موديل بتشوف اداؤه بشكل حقيقي على التست سيت، هيك بيكون انه انت عندك اختبار لمقدار الاعتماديه او الريلابيليتي او الكفاءه تبعت الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج موديل اللي انت بتشتغل عليه. طبعا ما قبل الديف لانه انت تخيل على سبيل المثال احنا بدنا نشتغل على الكي ان ال كي نيرست نيبور، ايش الهايبر باراميتر في هذه الخوارزميه؟ الكيس، عدد الجيران، تمام؟ فبالتالي ايش افضل قيمه للكي؟ هل هي 3؟ هل هي 5؟ كيف بدك تحدد هذه الشغله؟ هل استخدام التست شغله مناسبه لهذه الشغله؟ لو انت استخدمت التست ومره جربت 3، مره جربت 5، معنى ذلك انه انت وكانه قاعد بتغش عشان انه تعرف ايش هي افضل كي للموديل تبعك. لكن لو انت اخذت جزء منفصل، جزء للتدريب وجزء منفصل انت عشان تختبر فيه ايش افضل قيمه للكي، وبعد ما حددت افضل قيمه للكي ساعتها بتروح بتطبق على التست سيت بدي لك الاداء الحقيقي تبع الخوارزميه، عشان ما تتفاجئش بعد هيك انه انت بعد ما ننزل الموديل للبرودكشن تتفاجئ انه اداءه سيء جدا.
استخدام الديب سيت فعلا بيختبر كفاءة الموديل، ان هو بيتم اختباره على داتا سيت ما تمش، يعني الموديل ما اطلع عليها بأي شكل من الأشكال. استخدام التست سيت لتحديد أفضل قيمة للكي، هيك وكأنه الموديل عرف الأسئلة قبل ما يمتحن فيها. تمام؟ ما هو انت يعني التقسيم، هنا حنحكي على التقسيمة. تمام، انت عندك الداتا سيت، بغض النظر انه انت من وين حتاخذهم، انت حتقسم الداتا سيت لنسب مئويه، تمام، لثلاث اقسام. الان ما قبل عصر الديب ليرنينج او البيج داتا تحديدا، كانت التقسيمه الشائعه 70 30، وكانت انه بيتم تقسيم الداتا سيت لقسمين فقط، ترين وتست. تمام، واذا كان انت عندك يعني انه انت بدك تقسم الداتا لثلاث اقسام، ممكن تاخذهم 60 20 20، او حتى في تقسيمه ثانيه شائعه برضه اللي هي 70 15 15. قديش عدد التريننج اكزامبلز ما قبل عصر الديب ليرنينج او البيج داتا؟ بيتراوح من عدة مئات لعدة عشرات الألوف. هاي حدها، هاي أكبر داتا سيت أنت ممكن تكون موجودة عندك. تمام؟ فبالتالي التقسيمة هذه كانت إنه شائعة، أو النسب المئوية هذه كانت شائعة. طبعا نسبة التيست لازم تكون إنه هي نسبة مناسبة عشان تتجنب البايس. تمام، يعني على سبيل المثال تخيل انه انت عندك 100 اكزامبل بس، يعني فقط للنقاش، بدك تاخذ 10% منهم، قديش؟ 10 اكزامبلز. والله انت جيت اختبرت على ال 10 اكزامبلز هدول وجبت نتيجة 99.5%، يعني 99.5. هل تقدر تقول انه الموديل والله اختبرته على 10 اكزامبلز بس انه وجاب 99، انه هذا الموديل انه دقيق؟ هل ممكن اعتماده في البرودكشن؟ فبالتالي اختباره على جزء ضئيل، يعني لو كانت التست سيت جزء ضئيل يعني مش مناسب على الاطلاق. فعشان هيك انت بتلاقي انه التست بارت ما ينفعش انت تقول انه يعني في هذا العصر انه انت تقول انه التست بارت انه انا ممكن اخده 10%، لازم يكون جزء كتير كبير، يعني تكبره شوي، يعني على الأقل 30% في حال تقسم لل 70 30، أو إنه أنت تاخذ 20 20 60. لاحظ إنه هذا بيأثر على التريننج سيت أنت عندك، بس ما باليد حيلة. لازم تكبر الترين التست بارت قدر الإمكان عشان تتجنب موضوع البايس. وقتش بيروح موضوع البايس؟ لما أنت تكتر أنت عندك عدد الإكزامبلز في التست بارت، معنى ذلك انت بتقول انه لانه احتمال انه يكون انه هو صادف وجاب correct prediction على هدول الاكزامبلز، بيروح هذا البايس او بيروح هذا الاحتمال او بيروح هذا التشنيس ان صح التعبير اذا كان عدد الاكزامبلز اكثر في التست بارت عندك. تمام، يعني انت تختبر على 10 اكزامبلز وتقول والله جبت 99%، ولا تختبر على 2000 اكزامبل في التست بارت وتقول والله جبت 95%، انهي النتيجة بتكون ريالابل اكثر او تقدر تعتمد عليها اكثر؟ ال 2000 لما تكون في التست بارت. كيف؟ ما هو الديف برضه بده يعطي لك سنس، خاصة في الديب ليرنينج تحديدا بده يعطي لك سنس لقديش البرفورمانس انت عندك تبع الديب نيورال نتورك، والبرفورمانس تبعها صداع. يعني لازم ديف سيت بحيث تقدر انه انت تقيس هذا البرفورمانس. الان في عصر البيج داتا صار في عنا بيانات متوفره كثير. تمام، يعني انت عندك البيانات يعني متوفره بالملايين، ممكن يكون عندك داتا سيت 3 مليون 7 مليون. تمام، فبالتالي طريقه التقسيم الشائعه في حال انت عندك داتا سيت بالملايين، 98 1
واحد. الواحد يعني it doesn't make sense انه انت تاخد 20% من المليون او تاخد 15% او حتى 10% من المليون عشان تختبر عليها. ليش؟ لانه 1% من المليون قديش انت بيطلع عندك؟ 10,000. 10,000 it's more than enough for testing. احتمال التشنيص انه انت باي تشانس انه انت تجيب كوركت بريدكشن لل 10,000 يكاد يكون معدوم. فبالتالي ال 1% اتس مور ذان انف انه انت تعمل عليها تيست في حال كان لو عندك مليون داتا سيت، مليون ريكورد في الداتا سيت. تمام؟ والاكثر من ذلك قد تذهب بعيدا في هذا الاتجاه وتختار انت عندك بدل 98 في التريننج تحط 99 ونص. احنا هنا التقسيمة هذه مش عشان نكتر التريننج، التريننج انه كافية، بس انه doesn't make sense انه انت تختبر على يعني 20% من المليون او 15% من المليون، يعني مش حيعطي لك، يعني مش حيفرق معك كتير. فانت بتاخد جزء ضئيل جدا انه انت بتختبر عليه، نسبة يعني نسبة مئوية ضئيلة جدا بتكون تعطي لك النسبة الضئيلة مع المليون ريكورد، فاكثر تدي لك عدد كافي جدا من الاكزامبلز. فكمان مره انت ممكن تذهب بعيدا وتخلي التقسيمه تبعتك 99 ونص، وهنا يعني تحط 2 ونص من يعني 25%، وهنا 25%، او ممكن تحط 0.4 و0.1% في حال لو انت عندك مثلا، يعني انت عندك على سبيل المثال انت عندك في الكوكو داتا سيت اللي هي يعني داتا سيت اللي عملتها مايكروسوفت للايمج كابشننج، وانت عندك الصوره والوصف تبعها، انت عندك ملايين الصور. فبالتالي ربع في المية من المية من ملايين السجلات او ملايين الصور المتاحه هذه بتدي لك انه جزء كتير كبير للتست. هكذا بدنا ناخذ برضه بالنا من مشكله المس ماتش بين الترين والتست ديستريبيوشنز. لناخذ في عين الاعتبار يعني لناخذ على سبيل المثال الكاتس. لنفترض انه الكاتس تريننج داتا سيت انه انا جبتها صور انه انا جبتها من الانترنت. تمام؟ لنفترض انه انت طورت موديل، الموديل هذا بتعرف على انه هذه كات ولا مش كات. او خلينا نعقد الموضوع اكثر، انه لنفترض انه انت عندك داتا سيت هاي كواليتي لفصيلة الكلاب البريد تبع الدوك. ايش هي الفصائل تبعت الكلاب؟ زي ايش مثلا؟ في عندك انواع كثيرة من الكلاب او فصائل كثيرة، في عندك بريدز كثيرة من الكلاب. طبعا هذه الايمجز هاي كواليتي. تمام؟ هاجيت انا صدفت كلب في الشارع، مش عارف ايش الفصيلة تبعته، رحت بالجوال صورته. طبعا انا مش محترف في الصور، تمام، ممكن انا اصوره بطريقة الاضاءة فيها مش مناسبة، ممكن اصوره بطريقة انه مائلة زي هيك. انتوا بتعرفوا انه يعني التصوير بعد اذنك والله، يعني طريقة التصوير هنا انه بتختلف. فبالتالي انه الابلكيشن هذا اللي انت نزلته بتخلي الناس ان هم يصوروا، خاصة انا بستخدموا الكاميرات تبعت الجوال في ظروف اضاءة مختلفة، صدفت الكلب هذا في الليل في النهار بغض النظر عن زاوية التصوير، فممكن يكون مس ماتش بين الدومين هذا والدومين هذا. عشان انت تتخيل مدى تعقيد الموضوع، يعني خلينا نبتعد شوية انه التصنيف كات ولا مش كات، خلينا يعني انه في هذا المثال اللي هي تصنيف فصيلة الكلاب. فبالتالي هذا المس ماتش في الدومين قد يسبب مشكلة، انه هو اتعلم على هاي كواليتي
تريننج سيت لصور لكلاب ملتقطة باحترافية والإضاءة فيها ممتازة والصورة إنه معدولة تمام، وكل الأمور هذه كل الظروف هذه مهيئة، بينما تيست سيت اللي هي بتكون على الكونسومر أو على الإند يوزر موبايل ديفايسز إنه بيلتقطوها وبده تقول له إيش فصيلة الكلاب هذا، فبالتالي إنه ممكن يكون البرفورمانس تبعه مش تمام، فبالتالي إيش الحل؟ كيف؟ حاجات الصور الهاي كواليتي هي المتاحة أنا عندي على الإنترنت يعني، أو يعني إنه بابليك داتا سيت، أو ممكن أعملها سكراب من الويب بيجز إنه عادة بيكون إنه هاي كواليتي تمام. التريك في الموضوع إنه أنت تخلي الديف نفس الديستريبيوشن تبع التيست، عشان أنت ما تقعش في مشكلة يعني بمعنى آخر، لو أنت أخذت الديف من الصور اللي مأخوذة من الويب بيجز الملتقطة باحترافية، مش راح يعطي لك يعني سنس على قديش مقدار أداء الموديل فعليا لو تم استخدامه في الموبايل أبليكيشن. بينما لو أنت أخذت الديف سيت تكون الدومين تبعها او الديستريبيوشن تبعها نفس الديستريبيوشن تبع التيست، تقدر انه انت تشوف اداء الخوارزميه او الموديل عفوا تحديدا، احنا بنحكي على ديب ليرنينج موديل، وتعمل له تيونينج، وبعد ما تتاكد انه تمام لو نزلته للبرودكشن والناس صوروا بكاميراتهم بطرق يعني تصويرهم اللي متعودين عليها، راح يكون أداء الموديل إنه تمام. واضح؟ واضح التريك؟ كيف؟ لا، تستخدم الترين لدرب النتورك تمام، تعمل فاين تيون للهايبر باراميترز باستخدام الديف تمام، لانه انت بدك تحدد كيف اداء الخوارزميه، كيف اداء الموديل، كيف بده يتم تحديده، لازم يتم تحديده على هولد اوت سيت، على داتا سيت منفصل. تحديد البرفورمانس تبع الموديل على نفس التريننج خطا فادح، فبالتالي انت بدك تختار سيبريت سيت، وعشان توضح عندك الصورة أكثر يعني خليني أعمل جمب هنا أو شكلها بعيدة كتير، خليني أرسم لك إياها. كيف؟ لا مش نفس الحجم، نفس الطبيعة، إنه هي صور متاخدة بإضاءة سيئة وبزاويات مختلفة، اللي هي نفس البيئة اللي حيتم فيها استخدام يعني حيتم استخدام التست سيت. خليني أرسم لك المقصود بهذا الكلام، أنا بس بدي مكان فاضي أرسم فيه هنا، خليني أرسم هنا. طيب حقيقة إحنا اتفقنا إنه أنا دائما بدي يكون في عندي رسمة بين العدد of الإتريشنز واللوس مش اللوست تمام. حاجات انت عندك اللوس تبع التريننج، لو انت اخذت المنحنى هذا انت عملته زي هيك اخذت التريننج بارت، ممكن انت تحصل على هذا المنحنى، فانت حتحصل على اللوس تبع التريننج. ايش اللوس؟ اللي هو الايرور، التريننج ايرور، التريننج ايرور حيو بينزل. هل بدي لك انطباع على اداء الالجوريثم، على اداء الموديل، الديب موديل، ديب ليرنينج موديل؟ بدك تفحص هذا الكلام على ست منفصلة، على الهولد اوت ست، على الديف ست. فعشان هيك انت بده يكون في عندك منحنى تاني تمام، هذا المنحنى للترين، ترين ايرور، حيكون في عندك منحنى تاني لايش؟ للديف. غير في الهايبر باراميتر، بعدين بحط الديفر،
بدنا نفترض الآن تثبيت الباراميتر، كيف بدك تقيس البرفورمانس؟ ثبت الباراميتر بالضبط اللي هي الديف سيت، تمام؟ بعدين بتروح بتجرب، بتعمل تجربة ثانية وبتروح بتغير مثلا في عدد اللايرز، بتضيف طبقات أكثر، وبتعمل كمان مرة نفس هاي الرسمة اللي هي إيش؟ بالضبط. فبالتالي بعد ما تختار أفضل توليفة بتروح بتطبق على التيست عشان تشوف تطمن كيف الأداء. لما بتتأكد ان البرفورمانس تبع الديف على الديف تمام. تمام؟ هاجيت انت لاحظ انه دائما انه الايرور تبع الترين اقل من الايرور تبع الديف. طبيعي. لانه الترين سيت تعلم عليها، مرت عليه قبل هيك، لكن الديف يفترض انه جديدة بالنسبة له. تمام؟ واضح؟ وعشان تكون الأمور واضحة حكيت هذه المنحنيات أنت ممكن ترسمها يعني كل مرة شوية بناخد هيك لاحظ أنت عندك الأداء هنا لكل إيبوك تمام؟ اتفقنا انه الايبوك هي عباره عن لفه لكل الداتا سيت، تمام؟ الداتا سيت هذه مكونه من 1875 تريننج اكزامبل، فبالتالي هنا لف على كل التريننج اكزامبلز 1500 1875. لاحظ انه اللوس هنا قديش؟ واضح عندكم على الشاشه ولا صغير؟ 0.2 تمام؟ 29 هنا قديش؟ 14 هنا 10 8 بنقص قاعد اللي هو نفس هاي الايرور قاعد بقل مع عدد الايتريشنز تمام بس هذا الايرور تبع مين تبع التريننج فبالتالي انت بدك لاحظ لانه انت عندك هنا في لاحظ انت عندك هنا في الفيت ايش اديته بس اديته للترين فهجيت خلينا نروح على الكويك ستارت للاكسبرتس مش مستخدم فيت هنا بس لاحظ هنا ايش عامل قسم انت عندك لترين وتست هناك في المثال الاول اللي هو الكويك ستارت فور بيجينرز كان في عنده بس تريننج سيت هنا اكس ترين واي ترين في المثال الثاني انه قسم هنا البيانات لقسمين ترين وتست تمام هتلاقي انت عندك في امثله ثانيه قسم البيانات لترين وديف وتست
ايوه انت حتلاقي انه هو هنا انه هي هذه الرسمه للليرنينج ريت، هي ال ترين على الفاليديشن، تمام، عفوا الايرور تبع الفاليديشن والايرور تبع الترين. فبالتالي انتو هيو عندك هنا هاي عدد الايبوكس، وهنا انت عندك اللي هو الباينري كروس انتروبي بهذا الشكل. الفاليديشن سيت هي ممكن انه انت تعتبرها تيست او ممكن تعتبرها ديف على حسب، وهذا كلام احنا حنتطرق له الان. فبالتالي انت عندك هنا اكثر من شبكة، وقاعد انه هو بيحاول انه يرسم الفرق بين الترين والفاليديشن ايرور ويشوف الاداء تبعها زي هيك. فبالتالي انه هاي الرسمات انت ممكن انه انت تستخدم التنسر فلو بورد، واللي بيشغل لك صفحة زي ما تشغل الجوبيتر نوت بوك على اللوكال هوست، تمام، وبتقدر تشبك على اللوج تبع الموديل وترسم هاي المنحنيات كلها بهذا الشكل، وزي ما انت شايف هي بيطلع لك النتائج بهذا الشكل، تمام. اوكي، واضح الترتيب؟ طيب، اتفقنا هنا انه اذا كان في عندك مشكلة في المس ماتش بين الترين والتيست، ساعتها انه بتكون الديف مفيدة جدا لإلك انه انت تاخدها نفس الديستريبيوشن تبع التيست، تمام. طيب، نيجي الآن لقياس الأداء. في قياس الأداء بحتاج لشغلتين، البايس والفاريانس، عشان نفهم البايس والفاريانس، تمام. لنفترض انه انا في عندي تو كلاسز، تمام، وفي عندي تو فيتشرز اكس 1 واكس 2. البلوت تبعهم زي ما انت شايف هيو هيك، انت عندك الدوائر وفي عندك الاكسات، هدول الزوائد. فانت رحت رسمت خط بفصل بين التو كلاسز، هاجيت هنا في هذه الحالة بيكون في عندك هاي بايس، او بمعنى اخر بيكون في عندك اندر فيت، تمام. وفي عندك النقيض تماما، انه يكون في عندك هاي فاريانس اللي هي اوفر فيت. فانت اللاين اللي انت بدك تستخدمه عشان يفصل بين الكلاسز بتروح بتفصله تفصيل وبتمر بشكل منحني مش لينير، عشان انه انت تفصل بين يعني هذه النقطة اللي جاية هنا، تمام، بدك تجيبها. فبالتالي بتخلي اللاين بدل ما هو يكمل هيك بتروح بتدخله جوا زي هيك عشان يجيب النقطة هذه، وهذه النقطة الزائد داخلة في الكلاسز تبعت الدوائر. فبدل ما انت برضو نفس الفكرة تمشي المنحنى زي هيك، تمام، بتروح بتدخله هنا في المنطقة هذه عشان تجيب هيك. انت بتجيب accuracy 100%، بتعملش miss ولا training ولا example في البريدكشن، تمام. في هذه الحالة بيكون انت عندك هنا overfit، وكأنه الموديل بيكون مفصل تفصيل على الداتا سيت هذه، بصير زي كأنه حافظها حفظ. استخدامه على داتا سيت لما تيجي تنزله في البرودكشن حيكون أداؤه جدا سيء، تمام. هجيت الرايت فيت، انه انت تعمل منحنى زي هيك بهذا الشكل، في انت عندك اخطاء اتس اوكي، مش بروبلم. يعني انت عندك هذه النقطه تخليت عنها، وعندك هذه النقطه تخليت عنها، تمام. هنا بيكون في عندك ايرور في البريدكشن، بس الايرور هذا في سبيل الجنراليزيشن انت ضحيت فيه، وهذا هو افضل فيت، تمام. لاحظ انت عندك هنا الايرور اكثر بكثير، ليش؟ لانه انت عندك هنا شوف كم نقطه، واحد تنتين ثلاثه اربعه، اربع زوائد، اربع اكسات، تم تصنيفهم على اساس انه دوائر، تمام. كيف؟ ايش هو هذا؟ صحيح، لو ضليتك تدرب في الشبكة او تضيف طبقات كتيرة، تمام، بتصير انه النتورك هذه صار لها اوفر فيت على الداتا سيت، بصير الموديل الديب ليرنينج موديل
نفصل تفصيل على الداتا سيت هذه ان بارتيكولار، ما فيش فيها جنراليزيشن، تيجي تطبقه في البرودكشن بيفشل على الاخر. لازم تطفي ايش موجود مسبقا فيه، عم شغل فيها مع كيف يعني ايش موجود مسبقا؟ يعني مثلا اما الصوره كان فيها مثلا ممثله مش حيقدر إذا أنت أعطيته شغلة من اللي تدرب عليها بجيبها صح، بس شغلة جديدة حيفشل فيها تماما. بدنا نتجنب، نحن بدنا نعرف البايرس والفاريانس عشان نحن نتجنبه في الموديل تبعه. هذا المطلوب منكم، أنتم مطلوب منكم أنتم تعملوا ديفلوب لديب ليرنينج موديلز. حتى أو حتى تكبير الشبكة بشكل كتير كبير، مش إضافة الطبقات. إحنا حكينا إنه بيساعد في اكتشاف hidden features. المبالغة في إضافة الطبقات ممكن تؤدي إلى high variance، تمام؟ فبالتالي بدنا نعرف هذه الحالات الثلاثة. هذه الحالات واضحة بالنسبة لكم، تمام؟ هنستخدمها الآن في المقارنة. نرجع لموضوع الكات classification، تمام؟ لما تكون الصورة فيها كات بده يعطيني انه واحد، ولما يكون أي حاجة تانية غير الكات بده يحط صفر. لنفترض انه الموديل الأول، أنا في عندي ثلاثة موديل أو أربع موديل، هاي أم واحد، تمام؟ أم اثنين، أم ثلاثة، أم أربعة. بدي أقارن بيناتهم عشان تفهم هذا الموديل أفضل من هذا، لازم تعرف الفاريانس والبايس، ولازم محتاج لتو ايرورز، ايرور واحد ما بيكفي، تمام؟ هذا لسه احنا ما طبقنا على التست. بدك تختار واحد من الاربعه هدول وتقول هو افضل واحد وهو اللي تطبقه على التست. هاجت الموديل الاول التريننج ايرور تبعه 1%، معنى ذلك انه هو جاب الصور 99 صح، غلط في 1%. هذا التريننج ايرور، هذا الايرور على التريننج سيت، تمام؟ كيف بدك تجيبه؟ بتروح تعمل تطبق الموديل على التريننج سيت اللي انت تدربت عليها، يعني بتعمل بريدكت، تستخدم الموديل عشان تعمل بريدكت للتريننج بارت. بالضبط، تمام؟ او عشان ما نتلخبطش نعمل ابلاي للموديل على التريننج بارت، نعمل بريدكشن للتريننج بارت ونقارن الواي هات مع الواي، تمام؟ وفي الديف جاب 11%. في هذه الحاله في عندي فاريانس عالي، هاي فاريانس، تباين عالي. من التباين هذا جاي من الايرور، بين الايرور تبع الترين والايرور تبع الديف. متخيل المنحنيات كيف؟ تخيل معايا تباين بيجي انه هذا التريننج ايرور وهذا الديف ايرور، تمام؟ هنا في تباين عالي. هذا حكيت انه هو 1% وهذا 11% ايرور، تمام؟ طيب نيجي للموديل الثاني. الموديل الثاني انا عندي جاب 15 و16 ايرور، تريننج ايرور وديف ايرور، في تباين بيناتهم قراب من بعض، ولكن في فاريانس، في بايس عالي. ليش البايس عالي؟ نيجي نقارن بالهيومن. قدرة البشر على تصنيف او التفريق بين الكلاب والقطط قديش الايرور؟ قريبة من الصفر. قد تمر عليك فصيلة من الكلاب بيشبه القطط، تمام؟ أو العكس صحيح، إنه أنت بتيجي عندك يعني بعض أنواع القطط بيكون في شيء إلها شعر، تمام؟ مثلا على سبيل المثال، وبتكون يعني محتار فيها انت هذا كلب ولا قطة،
واذا ما كانش انت عندك خبره في الموضوع ممكن تغلط، فبالتالي الايرور خلينا نقول انه قريب جدا من الصفر. تمام، هذه الشغله كثير مهمه. الهيومن ايرور في تاسكس مثلا زي الريدنج كومبريهنشن، ايش هي الريدنج كومبريهنشن؟ فهم المقروء، زي اختبارات اللغه الانجليزيه، انا بجيب لك باراجراف، بجيب لك بس قطعه، تمام، في القطعه هذه مذكور ذهبت اليس الى زياره شو اسمه، او انه اليس في طريقها لزياره جدتها صادفت صديقتها مش عارف مين من من، بروح بسالك من الاسئله اين ذهبت اليس، فانت بدك تفهم انه جدتها وين ساكنه، وتقول انه اليس ذهبت لزياره جدتها او اليس ذهبت الى مدينه كذا. هذا reading comprehension. هاجيت الريدنج كومبريهنشن البشر بيغلطوا فيه، حتى لو جبت لك باللغه تبعتك الام، بجيب لك قطعه بالعربي تمام وبجيب لك اسئله عليها ممكن انه انت تغلط. فعشان هيك استخراج الاجابه من قطعه اللي هو الكيو اي موديل ممكن انه البرفورمانس تبع الموديل يكون مقارب جدا للبرفورمانس تبع البشر، يعني بمعنى اخر مقدار الايرور اللي ممكن ان هو يجيبه ايرور قريب من الايرور اللي بيرتكبوه، الاخطاء اللي بيرتكبوها البشر. مش لانه بشر انه خلاص حيجاوب على الاسئله، لا. تمام؟ فبالتالي هذا الموديل البايس تبعه كثير، يعني بمعنى اخر الايرور تبعه كثير عالي بالمقارنه بالبرفورمانس تبع الهيومن. لكن الفاريانس ما فيش فاريانس، فيش الفاريانس لو مش هاي. تمام، هذا الموديل الثاني. شوف الموديل الثالث، الموديل الثالث تريننج ايرور 15% والديف ايرور 30%. هذا عنده اثنين، هذا عنده مشكلتين، مشكلة عويصة، عنده هاي بايس وهاي فاريانس. في فرق بين التريننج والديف، والايرور اصلا كله بعيد جدا عن الهيومن بيرفورمانس. هذا مش موديل انت ممكن تعتمد عليه في تاسك زي هيك، هذه التاسك تعتبر بسيطة والبرفورمانس تبعها لازم يكون مقارب لأداء البشر. تمام؟ الموديل الرابع الايرور فيه 0.5%، التريننج ايرور فيه 0.5%، والديف ايرور على سبيل المثال 1%. هذا لو بايس لو فاريانس، فيش تباين بيناتهم، وهذا الايرور بالمقارنة او الواحد في المية بالمقارنة مع الهيومن ايرور انه يعني والله في سبيل انه اعمل اتمتة لهذه التاسك، بدل ما انا اجيب ناس تصنف لي صور القطط والكلاب، تمام، ممكن نعتمد على المشين هذه 1% انا قبلان فيها. تمام، الفاريانس هو انه انت عندك في فرق كتير شاسع بين التريننج ايرور والديف ايرور، معنى ذلك انه انت عندك دخلت في مرحلة الاوفر فيت. لما يكون الايرورز، طالما شوف لي هذه المنحنيات دائما، وهذا كلام بدكم تتعودوا عليه، انت في المشروع بدك ترسم المنحنيين، طالما المنحنيين قراب من بعض كتير انت بخير، منحنيين هدول بعاد عن بعض معنى ذلك انه انت دخلت في الاوفر فيت، صار الموديل حافظ للتريننج، تمام، مفصل كتير على التريننج،
تمام، تيجي تختبره في الديف بيفشل. عشان هيك في فرق شاسع في الايرور، في فاريانت، في اوفر فيت. تمام، كيف؟ الرابع هو افضل موديل. لنفترض انه انت عندك يعني تاسك ثانيه انه الهيومن بيرفورمانس فيها انه 15%، فبالتالي بيصير الموديل 2 وضعه تمام، يعني البرفورمانس تبعه مقارب لاداء البشر او الاوبتيمال بيرفورمانس. يعني انه هذه التاسك معروف انه معدل الخطا فيها 15%، فبالتالي انه بصير الموديل هذا انه تمام. تمام، يعني على سبيل المثال انا بشتغل في البنك، وظيفتي الاساسيه انه ايش وظيفه البنك؟ فاينانس، يعني يقدم تمويل للزبائن. تمام، اجي اقول له انا والله بدي افتح مصنع، بدي افتح بزنس جديد، اعطيني فلوس. البنك وظيفته انه هو يدي فلوس للزبائن اللي قادرين على انه هم يرجعوا له الفلوس تاني. اعطاء الفلوس هذه لاشخاص مش قادرين على سداد هذه الفلوس، معنى ذلك انه انا بخرب بيت البنك. لنفترض تمام انه الموظف هذا الخبير اللي هو بيعتمد على البروفايل تبع الكاستمر. البروفايل ايش؟ البروفايل تبع الكاستمر ايش هو؟ ايش بيشتغل؟ ايش الراتب تبعه؟ الراتب تبعه مش اخر راتب، الراتب خلال اخر 15 شهر. تمام، قديش مقدار المصاريف تبعته؟ قديش انه السكن، اخر سكن هو ساكن فيه قديش له؟ لو هو بتنقل كتير معنى ذلك انه وضعه مش تمام. تمام، كل شويه انه هو بروح بتأجر شقه، بتخانق مع الجيران تبعونه، مع صاحبها، وبروح بغير المكان تبعه. في قصه، في قصه، اذا بضله غير عنوانه كتير في حاجه مش تمام. فبالتالي الموظف تبع البنك بتطلع على هذه المعلومات في البروفايل تبع الكاستمر، وبحكم انه هو هذا الزبون اموره تمام، ادوا له فلوس حيرجع. لنفترض انه هو بيغلط، لو الموظف هذا بيغلطش كان ما فيش ناس في السجن، صح؟ لنفترض انه هذا الموظف بيغلط بنسبة 15%، معنى ذلك انه 15% من الاشخاص اللي بطلبوا تمويل من البنوك عشان يفتحوا مشاريع بيتخلفوا عن السداد وبيصفوا في السجن. رحت انا عملت ديب ليرنينج موديل لدى تبعه، برضو 15% 16% مقبولة، performance تبعه يعني comparable مع الهيومن performance. ولو انا قللت النسبة هذه صار 14% بيكون ممتاز وممتاز. تكون الديب ليرنينج موديل قادرة على اكتشاف hidden features الموظف تبع البنك مش قادر، انه هو اللي درس محاسبة او ادارة اعمال 4 سنوات وله 10 سنين بيشتغل في البنك مش قادر انه هو يتعرف على الفيتشرز هذه. تمام، مش معنى ذلك انه يعني مش معنى ذلك انه دائما الموديل لازم يكون في التسعينات. هذا كلام مهم جدا، على حسب طبيعة الابليكيشن، على حسب طبيعة انه ايش افضل شغلة في الستيت اوف ذا ارت. انه انت بتيجي بتقول انه والله افضل حاجة في يعني افضل يعني نسبة الايرور في التشخيص الطبي هذا في هذا المجال تحديدا مثلا نسبة كذا، فبالتالي اذا انت كنت حواليها معنى ذلك انه الموديل كويس. مش معناته انه الخطأ البشري، مش معناته انه والله انه الموديل اذا قل عن 90 يبقى مش تمام، اذا زاد عن 90 يبقى اموره تمام، لا. واضح؟ بالضبط. تمام، عشان هيك انت لازم تتطلع على الامور هذه، الفاريانس والبايس. بايس انه انت بعيد عن الاوبتيمال بيرفورمانس،
هذا البايس. الفاريانس انه انت بتدخل انه الموديل تبعك دخل في مرحله الاوفر فيت، في تباين كتير في ادائه بين الديف والترين سيت. اوكي تمام. فبالتالي هنا الموديل 4 هو الافضل في حال انه كان، والله انا بقارن بالهيومن بيرفورمانس. في ابلكيشن ثاني اذا كان والله افضل اداء او الاوبتيمال بيرفورمانس كان 15، موديل 2 مقبول جدا. كيف يعني هو الافضل؟ لا، 4 هو الافضل، بس لنفترض انه انت ما توصلتش لهذه النسبه، تمام، موديل 4 انه هو مش موجود انت عندك، تمام، مقارنه ام 1 وام 2 وام 3، لا ام 2 هو الافضل، تمام. او بالاحرى ام 2 وام 3، ام 2 وام 3، لانه هذا النسب تبعته انه يعني 1% و11% انه مش applicable، تمام. طيب شوف لي المنحنيات هذه، هذا الخط ايش بيكون؟ هاي بايس. وهذا الخط المتعرج كثير ايش بيكون؟ هاي فاريانس. تقدر تعمل لي خط فيه هاي بايس وهاي فاريانس؟ ايوه شكله زي هيك، ايوه لينير في اجزاء ونون لينير في اجزاء ثانيه، هذا بيجمع الشغلتين هاي بايس وهاي فاريانس، بس عشان انت تتخيلها يعني. طيب نيجي للوصفه اللي انا بستخدم، اللي انا بدي استخدمها للماشين ليرنينج ابلكيشن عشان تعرف وين تتحرك. استخدام الفاريانس والبايس مهم جدا في هذا الإطار. طيب الوصفة هذه بدك تفحص أول حاجة إنه الموديل، ابدأ بأي موديل، تفحص الموديل هذا هل فيه هاي بايس، تمام، إذا يس بدك تعمل شغلة معينة، إذا نو بدك تعمل شغلة ثانية، تمام. إيش البايس؟ إحنا اتفقنا إنه بعيد عن الأوبتيمال بيرفورمانس، تمام. الأوبتيمال بيرفورمانس مثلا على سبيل المثال إنه 5% أو 3% وهو جايب لي إيرور 11 13 17، تمام. فبالتالي هنا إيش أنت بتحتاج؟ تحتاج إما شبكة أكثر، تمام، شبكة أكبر عفوا، كيف بالضبط، أو إنه أنت تدربه أطول longer، إنه أنت بدك تزود عدد الإيتريشنز بالضبط. أنا جربت 2000 وعمل ستوب وفي بايس بيرفورمانس تبعه بعيد، ما وصلتش الدقة اللي أنا بدي إياها، أو ما وصلتش، ما قللتش الإيرور زي ما أنا بدي. فبالتالي يعني تدربه أطول، أدي له فرصة يتدرب أكثر، أدي خليه يتدرب 4000 7000 إتريشن، أو كبر الشبكة، تمام. لما يكون في عندك بايس معنى ذلك إنه النتورك مش قادرة تستوعب الداتا سيت. كيف بدك تخليها تستوعب؟ يا اما بتكبرها يا اما بتخليها، تمام. انت بالنسبه لك ماده ثقيله مثلا زي الديب ليرنينج، تمام، والبرفورمانس تبعك مش تمام كان فيها، ايش بتسوي؟ يا بتكبر دماغك، تمام، يا بتدرس اكثر، تمام. تجيش انه انت يعني بدك تدرس اكثر، يا بتدرس اكثر يا بتكبر دماغك. تمام.
الخيار الثالث النيورال نتورك اركيتكتشر، وهذا له علاقه بالسؤال اللي انت طرحته. طيب انا وين بدي اروح؟ اكبر الشبكه ولا اغير في ليرنينج ريت؟ تمام، ولا إيه؟ هذا بيحددك انه انت وين تتوجه حسب المتاح انت عندك. تمام، والله متاح انه انت تكبر الشبكه، كبر الشبكه. متاح انه انت تدرب على يعني فتره اطول، تمام، درب فتره اطول. الخيار الثالث انه انت تجرب اركيتكتشر مختلفه للنيورال نتورك. تمام، ربما انه الاركيتكتشر اللي انت بتجربها حاليا، وهذا احنا حنرجع له فيما بعد، حنشوف ايش هي الاركيتكتشرز المختلفه في النيورال نتورك، فانت ممكن تجرب اركيتكتشر مختلفه. تمام، في عندك الخيارين متاحين. فانت في عندك خيار في التريننج انه انت تحفظ الويتس، تمام، فبالتالي انه انت ممكن انه انت يعني ممكن انت دربت مثلا 30 اتريشن، بدك تدرب تخليه يتدرب كمان 20 اتريشن، تمام، فبالتالي تعمل لود لاخر ويت هو توصل لها الموديل وبتدي له كمان 20 اتريشن، فبالتالي بيكمل تكميل، اللي هي ايش اسمه الخيار هذا، للتشيك بوينتس. تمام، للتشيك بوينتس، هذا المصطلح. لما انت تفعل خيار للتشيك بوينت وينه، هنا انت عندك كبراميتر هاي، في انت عندك حاجه اسمها كول باكس، الشغلات اللي بده يستدعيها في الباك جراوند انت عنده، تمام، اللي هي من ضمن الشغلات هذه التشيك بوينتس. تروح بتزيد له المسار وبتقول له انه احفظ الويت، تمام، والفيربوس بتساوي صفر او واحد عشان يطلع لك التفاصيل هذه او لا يعني. تمام، هاي شايف انت عندك هنا في التريننج، طلع لي على الشاشه كويس ايش الاختلاف بين هذه واللي قبلها، انه انت هنا بحكي لك انه بعد ما خلص الايبك الاولى بحكي لك انه سيف تريننج موديل لترين اندرسكور واحد سي بي دوت سي بي او سي كي بي تي، اللي هي كداد للتشيك بوينتس، اللي هي الويتس تبعت الهاري. كيف يعني اكستراكشن؟ بحفظ الويتس، والويتس هي عباره عن ماتريكس، صح؟ بروح بحفظها على الديسك. بالضبط. كيف يعني بطفي الكوب؟ بتنحفظ على الديسك، بتضل. على الهارد ديسك. بالضبط، انت بتحدد هي هنا. في الباراميتر انت بتقول له انه الفايل باث، بتدي له الفايل باث. تمام؟ لاحظ انه هنا برجع لك كل شويه بشكل عملي على التنسور فلو تحديدا. لانه هذه الشغلات مش انه يعني كلام هيك نظري وفي الهواء، لا. الكلام هذا مطبق. وبدك انه انت تستعين فيه، تيجي تقول لي في المشروع والله انا والله دربت والتدريب انا تفركش وطفى الجهاز وطول كثير وما بعدته من اول وجديد، الكلام مش مقبول على الاطلاق. تمام؟ بدك تكبر دماغك. تمام؟ استخدم التشيك بوينتس. اوكي؟ طيب. تقدر تساوي ايش؟ بالضبط، تقدر تدربه على فترات اطول، وانه انت ما تضطرش انه انت تعيد من الاول. تمام؟ طيب، ما كانش في عندك بايس، في الحالة هذه ايش بيكون في عندك؟ الخيار الثاني اللي هو ايش؟ هاي فاريانس. تمام؟ هنا في الهاي بايس بيكون عندك مشكله في التريننج داتا، اما هنا بيكون في عندك مشكله في الديف سيت. تمام، بروبلم في الديف سيت. طيب، في حال كان في عندك هاي فاريانس، معنى ذلك انه انت في عندك اوفر فيت في الموديل كمان مره،
في تباين واضح بين الايرور تبع الترين والايرور تبع الديف. في هذه الحالة شو تسوي؟ شو الخيارات المتاحة؟ أول خيار جيب بيانات كمان، وهذا مش دائما متاح، بيانات مش كافية للترين. تمام تمام هنا انت عندك ديف سيت بروبلم، معنى ذلك انه الايرور تبع الديف سيت انه في مشكله، فبالتالي هنا بدك تستخدم تزود البيانات. تمام بعدين لاحظ هنا انه انت عندك كل شغله بدك تجربها، ايش بتسوي؟ بتروح بتعيد من اول وتجيب. يعني هنا على سبيل المثال انت جربت شبكه اكبر، شوف هل البياس ضايل ولا لا. طب ماشي ما ظبطتش الشبكه اكبر، خلينا يخليه يتدرب اطول، عيد من اول وجديد هل البياس ضايل ولا لا. فبالتالي انه هذه عباره عن اتريتيف بروسيس. وهنا نفس الشيء، جرب ضيف بيانات لو كان هذا الخيار متاح، وارجع جرب من اول وجديد، شوف بدك تفحص الاثنين البياس والفاريانس. لو مش متاح هذا الكلام، الداتا سيت محدوده، في هذه الحاله انت ممكن تستخدم ريجولايزيشن، اللي هو بيمنع انت عندك الاوفر فيتنج. هذا اسلوب تمام هنشرحه. بيمنع الاوفر فيتنج تمام. وبرضه خيار ثاني انه انت تشوف نيورال نتورك اركيتكتشر. تمام وترجع تجرب من اول وجديد. ريجولايزيشن موضوع واسع لانه في خيارات كثيره ممكن تجربها في الريجولايزيشن، بيمنع الاوفر فيتنج. هيك انت عرفت ايش مشكلتك، مشكلتك اوفر فيتنج، فبدك تقلل الجاب او التباين بين التريننج ايرور والديف ايرور، فبتشتغل على موضوع ريجولايزيشن. هكيت لو ما كانش في عندك لا بايس هاي نو ولا variance هاي نو، معنى ذلك انه انت خلاص انجزت المهمة. في شغلة مهمة انه سابقا ما قبل الديب ليرنينج كان البايس والفاريانس هدول مشبكين مع بعض، ترفع واحدة تنزل الثانية، تنزل الثانية بترتفع الأولى، والعكس صحيح. كيف؟ صحيح. عشان هيك انت بدك تدور على حاجه اسمها تريد اوف، يعني انه انت تختار موديل يكون انه في البايس والفاريانس، يعني في تعمل تريد اوف بيناتهم، اللي هو يعني حل وسط بيناتهم، يعني انت توجد منطقه مناسبه بين الشغلتين. لكن هذا الكلام في الديب ليرنينج بطل فيه ارتباط كتير كبير بيناتهم، بسبب انه الخيارات انت عندك هنا ممكن انت تجرب اشياء تمام تعمل لك فيكس للبايس بدون ما تأثر كتير على الفاريانس، والعكس صحيح. سابقا اذا انت بتحاول انه انت تحسن في البايس هتلاقي انه انت تغير عندك الفاريانس، هذا مشكلة. لكن هنا يعني مشكلتك انت اذا والله انه مثلا دربته على 2000 iteration او 10 اي بوكس مثلا وكان في بايس، طب ماشي بدربه على 30 اي بوكس 50 70 اي بوكس، ممكن انه هذه الخطوه تحل لك مشكله البايس والفاريانس ما تتاثر على الاطلاق. تمام واضح هذا كلام في الديب ليرنينج تحديدا، لانه انت عندك الاوبشنز هنا، هذه الاوبشنز ما كانتش متوفره. اي نعم الهايبر باراميترز نقمه إن صح التعبير، لأنه أنت عندك صداع، أنت بدك عندك خيارات كثيرة بدك تلعب فيها، ولكن إنه توفر الخيارات هذه أتاح لنا إنه أنت تلعب في البايس والفاريانس بدون ما بدون ما يأثروا على بعض. تمام؟ واضح يا شباب؟ وصلتوا لمرحلة الأوفر فيتنج؟ تمام خلينا نتوقف هنا، والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنحكي على الريجولايزيشن. يعطيكم العافية.